معالي الزملاء الأصدقاء، أنا اسمي جاياسما مكرنياكي، أنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب. شكرا لجمهورية مصر العربية على هذه الدعوة الكريمة لأن أشارككم جميعا في منتدى شباب العالم. إنه من دواعي سروري أن أنضم إليكم في هذه المناسبة المهمة التي تعمل على نشر السلام واللحمة والتناغم وسط كل الشباب. كما تعلمون جزء من ولايتي هو أن أجعل الأمم المتحدة أكثر قربا للشباب والعكس. أيضا إن أعظم أداة لتحقيق ذلك هي الشباب 2030، وهذه أول منظومة استراتيجية للأمم المتحدة لهذا الصدد، وهي تعنى بحقوق الشباب في كل أنحاء العالم بحيث يكون لدينا عالم يضمن قدرة كل شاب على تحقيق أحلامه، عالم يعترف بالشباب ويبني صموده ومشاركته الإيجابية كعامل من عملاء التغير. كيف يمكن أن نحقق تقدما على هذا الصعيد؟ هذا من خلال ضمان تمثيل ومشاركة أفضل للشباب في كل الأنحاء. بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى مشكلة المناخ تذكرنا دائما وأننا ينبغي أن نعمل على تحقيق التنمية من خلال قفزات إلى الأمام. حتى في ظل هذه الظروف العصيبة رأينا مرارا وتكرارا أن الشباب هم من يتصدون للتحدي، والاعتماد على هذه الفرصة المتمثلة فيهم سوف يعيننا على صياغة مستقبل أفضل، وعلينا أن يكون لدينا خارطة طريق واضحة لهذا الغرض. إن الأمين العام قد وضع أجندة تغطي طائفة واسعة من التوصيات حول كيفية العمل معا والتعاون من أجل خلق مستقبل أفضل. هذه الافتراضات مبنية على الفهم بأن هذا لن يتحقق إلا من خلال تعميق التضامن والتعاون مع الشباب والأجيال الشابة. بأجندتنا المشتركة سوف نتمكن من أن نعيد تصور الإنسانية وأن نزيل كل العقبات التي تعترض طريق الشباب وتعوق سبيل إطلاق طاقاتهم. الفرص وافرة، والعالم الآن فيه جيل وافر من الشباب، حيث أكثر من نصف سكان العالم دون سن 30، وهم يمثلون أكبر وأعظم فرصة يمكن أن نحقق من خلالها أهداف التنمية المستدامة. العالم يملك بالفعل المعرفة والموارد من أجل تحقيق هذه الأهداف، والشباب شأنكم لديهم الطاقة والعبقرية والطموح من أجل تحقيق واقع أفضل. الآن وأكثر من أي وقت مضى حان الوقت لأن نتضافر ونعمل يدا بيد مع الشباب في كل المناحي وعلى كل المستويات من أجل أن ندفع عالمنا نحو وضع أكثر عدالة واستدامة. أتمنى لكم منتدا مثمرا وحافلا بالأنشطة. شكرا جزيلا.